مؤكد الخلاف عميق جدا بين السيد الصدر التيار الصدري وحزب الدعوة والسيد المالكي، وهذا الخلاف العميق يمتد بجذوره لحقبة الصدام المسلح بين القوات المسلحة اللي يعني أمرها السيد المالكي للمواجهة مع الفصائل المسلحة للتيار الصدري، يعني في حين سرايا السلام في البصرة. وأيضا هناك خلاف عميق في التوجهات الدينية والسياسية، وأيضا يعتقد السيد الصدر أن الإطار التنسيقي أو القيادات اللي موجودة في الإطار التنسيقي طبقا لتصريحاته هي اللي تمثل طبقة الفساد المالي، واللي تشكل هدف أساسي للمواجهة بين التيار الصدري اللي يبحث عن تحقيق إصلاحات جذرية اقتصادية سياسية اجتماعية، وأيضا الذهاب إلى محاسبة طبقة الفساد المالي اللي نهبت أكثر من تريليون دولار كما يشير السيد رئيس الجمهورية في تصريحاته، وأشير أيضا إلى تصريحات للشلبي وتصريحات لعادل عبد المهدي اللي يشير إلى 850 مليار دولار، وعادل نوري مجلس النواب يشير إلى 600 مليار دولار أنفقت بدون إيصالات. كل هذه الكوارث اللي قادت البلد إلى الفقر والجهل والبؤس والمدن العشوائية والأمية والأيتام والحروب وانعدام الطاقة والبيئة، التخلف الزراعة، انعدام الصناعة، كل هذا في الواقع بسبب طبيعة النظرة البدائية الأولية التي لا تؤمن بدولة عصرية ولا تؤمن بالنظرية السياسية المعاصرة للدولة أو بالنظريات المعاصرة للاقتصاد وبالتنمية وبالتنمية المستدامة. هذه مشكلة التيار الصدري، مشكلة التيار الإطار التنسيقي اللي يؤمن بأفكار تقليدية متخلفة، وهو بمجموعه أحزاب دعوية لا تؤمن بالنظريات السياسية.